نجم من هو ولدنا إبراهيم الحجاج ضيف تفاعلكم، هو ياسين أحمد السقا يسبب أزمة ووالدته تدافع عنه. أهلا بكم. من هو ولدنا كوميديا سعودية سوداء ممتعة ضمن أحداث درامية ومواقف تراجيدية، وبتتكلم عن شابين، واحد منهم غني والثاني فقير، واللي صار إنهم اتبدلوا بالخطأ في المستشفى لما اتولدوا، وبعد 30 سنة كل واحد فيهم بيتفاجأ بالحقيقة. واحد من أبطال العمل اللي لامع نجمهم وفي إشادة واضحة بأدائهم في كل حلقة، الممثل والستاند اب كوميديان إبراهيم الحجاج اللي له سجل حافل بالأعمال الفنية الكبيرة والناجحة. لكن في رمضان إبراهيم صراحة منجم في من هو ولدنا عبر شخصية ريان، الشاب الطموح جدا اللي الفقر بيوقف في طريقه، وفي سياق الأحداث بنشوف ريان مرة سعيد وعايش قصة حب ومرات حزين لأنه انطرب من وظائف، مو وظيفة واحدة، وظائف، فبالتالي طفش من حياته. لكن أهم شيء في النهاية أنه في النهاية بيرجع للبيت وبيحاول يرفع من معنوياته بنفسه. وبقلع على ظهرك خمس دقائق، ترى عمري 30 سنة أحتاج خصية بهالبيت. لا 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 لا، ايش فيك زعلان؟ ابتسم، انت جميل، انت جميل، كل هالتعب اللي فيه راح يروح يوم من الايام. انا مؤمن انك انت راح يكون عندك بيت كبير وسيارات وخدم، يكون عندك شخص خاص بس يهمس كتفك اليسار. لا تلف وانا اكلمك، والله بتصير، بصير عندك 80 موظف لك انت يخدمونك. سؤمن بنفسك وثابر يا جميل يا حلو. انت حلو، ترى انت حلو وطاقتك حلوة وإيجابي وكل البنات يتمنونك. طيب ينضم إلينا من الرياض عبر زوم الممثل السعودي إبراهيم الحجاج. أهلا فيك معنا إبراهيم، كل عام وانت بألف خير. يا مرحبا سارة، يعطيك العافية، شكرا على الاستضافة، وانتي جميلة والبرنامج جميل وكل شيء. الله يخليك، وانت واضح انك كل يوم بتقول لنفسك انه انت جميل وانت حلو وكل البنات يتمنوك والغد افضل يعني. لازم، ولازم تحفز نفسك كل صبح. صح، يعني هو اسلوب، ايوه، من اساليب تحفيز النفس برضو. حسيت هذا العمل بالنسبة لك يا ابراهيم مختلف عن كل شيء انت عملته قبل كده، احساسي صحيح؟ صح والله، يمكن لأن الشخصية شوي في بيني وبينها شبه. من أي ناحية؟ اثنين مطفرين. طيب أوكي، غير لا أقصد من نواحي عاطفية يعني. لا ريان مطفرين من نواحي عاطفية ولا مادية كمان؟ لا لا كلها صراحة. كلها صحيح، قال لي خلينا نقول الحقيقة يعني. طيب كلها أوكي، إيش كمان في وجه شبه تاني ولا لا خلاص؟ لا والله في ريان، لأن هو شخص قلبه أبيض طيب بس إنه عصبي، والعصبية هذه تخليه يسوي أشياء غريبة أحيانا وأشياء غير مدخلة، فيجيب العيد في نفسه، فأنا أحيانا أقع في هذا المأزق يعني. تسوي نفس الشيء يعني برضو أنت. طب وهل انت يعني مثلا نقدر نقول انه الحركات او كذا لازم الناس يشوفوا المشهد عشان يعرفوا انا، او يشوفوا المسلسل عشان يفهموا اللي بتكلم عليه؟ انت عندك كثير حركات بتسويها في المسلسل واشياء كذا بتبان عفويه وقطات زي ما بنقول يعني كذا، فهل هذه فعلا بتجي عفويه ولا هو كله مكتوب في السيناريو؟ والله في اشياء مكتوبه صراحه، وفي اشياء طبعا طبيعي انها تكون وليده اللحظه، وهذا الشيء انا اشكر فيه المخرج صراحه امير الزعبي الله يعطيه العافيه، اشكر المنتج عماد بنزي، اشكر الكاتب سامي الفليح، اشكر المشرف العام خلف الحربي استاذ خلف، يعني كانت بيئه العمل جدا مريحه. فاي ابداع يعني طلع كان لان بيئه العمل، التصوير، فريق التمثيل، كانت البيئه جدا ايجابيه وجميله، الواحد ممكن يجرب، ممكن تجيني فكره فجاه اتناقشها مع المخرج، الجو كان مرة حلو وإيجابي صدق. إيه طب وأنت بالأساس يعني كمان من كنت من المشاركين في فريق عمل لجيمات، واللي ما يعرف لجيمات هو برنامج يوتيوبي بيتمسخروا فيه دائما على المسلسلات الخليجية وبيطلعوا عيوبها. لو لجيمات كان موجود هذه السنة، تعتقد مسلسلك كان حيكون في أي ناحية، مديح ولا ذم؟ أنا كنت أمثل في سكتش. إيه عارفة صراحة. إيه بس تعتقد عبد المجيد الكناني كان عتقك ولا لا؟
لا لا يمدحني على طول، يمدحني متأكد؟ لاني دائما دائما اسحبه وعشيه، فلازم يمدحني. هكذا الامور طيب بهذه الطريقه. طيب بس يعني انت مقتنع انه المسلسل، يعني لانه عاده تعرف في انتقادات على الاشياء الكوميديه الخليجيه، المسلسلات الدراميه الخليجيه، تعتقد انه هذا العمل خارج هذا النوع من النقد، طورته من الصوره النمطيه؟ طبعا ما في عمل كامل، من ولدنا يعني الكامل الله، ومن ولدنا اكيد في اخطاء، يعني اكيد انه طبيعي، يعني كل عمل يكون فيه يعني اشياء تفلت، طبيعي جدا. ان شاء الله من ولدنا يكون خالي من الاخطاء، انا ما اقدر احكم عليه، المشاهد راح يحكم ان شاء الله، وان شاء الله انا يعني ان شاء الله نلاقى احسان المشاهد إن شاء الله. لا أنا صراحة يعني مستمتعة فيه وبضحك صراحة معك، يعني جالسة بضحك معك يعني وبشدة. يعني بدي أسألك كمان سؤال، على أنت يعني حاطط أصلا في البايو عندك، أنت أصلا بتسوي ستاند أب كوميدي ومسرحيات وأشياء من هذا النوع، وهذه كده في البداية كده تعرفنا عليك، بس الآن أنت حاطط في البايو ستاند أب كوميدي من سدح، ليش من سدح؟ هي يعني هذه ذبها علي أخوي يوسف. في البيت انا كنت دائما انسد، يعني اكون تاكي على جنب هذه منسده واجلس اسولف، فاخوي دائما يقول لي انت ليش دائما منسدح؟ انا ما ادري ليش قاعد اقول هالمعلومه، صار انت قاعد طلع من اشياء المفروض ما اقولها. ترى اعرف عنك كمان اشياء غريبه، اعرف انك انت اصلا يعني كنت مهتم بالموسيقى مش بالتمثيل، اعرف انك انت لما يكون عندكم مثلا بروفا شيء تقعد تكلم نفسك، تغمض عيونك وتقلد الشخصيه وكل اللي حوالينك يحسبوك ما حقول ايش، يعني شويه فقدت يعني فقدت عقلك واهليتك يعني، فاعرف عنك شويه اشياء فضايح تحب تضيف عليها، تفضل. هو ما ادري اللي مسرب لك الاشياء، هو جزء الموسيقى في حياتي، انا من صغري اعزف جيتار، هذا الشيء اكتسبته من اخوي محمد. أيه. سوى اول فرقه في السعوديه اسمها ساوند بروفي، فيعني عندي حب للموسيقى من طفولتي والى الان اعزف. أيه. احب العزف. من ناحيه الشخصيه اني اغمض واسولف مع نفسي، لا تعليق اوكي ساره. لا تعليق بس سويها يعني خلاص معلش ماشي الحال. طب بس بتقولي الان انت هذه فرصه اللي جاتك فرصه من ذهب، يعني انت بنتكلم على انك انت بطل عمل في فتره ذهبيه على ام بي سي، هذا كله كيف جاتك الفرصه هذه؟ جدا سعيد فيها والله، زي ما قلت لك من هو ولدنا الجميل، في التكوينه فيه كلها جميله. يعني من القناه الى المنتج الى المخرج الى الكاتب الى الممثلين الى فريق العمل الى المصور الى الدي بي، يعني حس كذا الحمد لله التكوينة كلها كانت رهيبة، يعني كلنا كنا منسجمين. أنا أحس التناغم جزء مهم من أي عمل، إن الكل يكون متناغم مع بعضه مو بس الممثلين، فحس ممكن التناغم له دور. سعيد جدا، ممتن لكل شخص حب المسلسل، لكل شخص كتب في تويتر، لأي شخص مدح، يعني مشاعري متلخبطة صدق سارة، مبسوط جدا بردة هالفعل، وإن شاء الله دائما كنت حسن الظن، إن شاء الله دائما نقدم أعمال تليق بالمشاهد إن شاء الله، ويعني إن شاء الله كمان نرجع نستضيفك السنة الجاية وإنت عندك كمان بطولة إضافية، ونعرف كمان برضو وتصير وفضايح المزيد من الفضائح يكون معنا كمان. تسلم يا إبراهيم، نورتنا اليوم. كان معنا من الرياض عبر زوم الممثل السعودي إبراهيم الحجة، شكرا لك. مع دخول اليوم السادس من رمضان ممكن نقول أنه كل شخص صار عنده فكرة عن المسلسلات بشكل عام، وبدأ يركز مع عمل معين عجبه، واللي لسه يعني ضايع شوية ومو عارف إيش يتابع، خلينا نحن نحاول نختصر عليكم هذا الموضوع. فاللافت أنه جرائم القتل مسيطرة على أول الحلقات، والمسلسلات الإجرامية هي اللي كانت غالبة حضورها قوي، وبنتكلم عن جرائم الاختفاء والقتل اللي بتدور أحداثها في أجواء من الغموض والإثارة طول الحلقات. كمان هذا الموسم الرمضاني كان في جرعة نكد مكثفة ومشاهد كئيبة من الدرجة الأولى، لدرجة تخلي الواحد يتساءل هل أو هذه الدراما هي واقعية ولا الموضوع أوفر شوية من وحي الخيال. عموما بغض النظر عن أنه أعمال كثيرة ناقشت قضايا حساسة، لكن مع ذلك لاحظنا أنه في نجوم غيروا جلدهم هذا العام وطلوا علينا بشكل جديد وأعمال كوميدية، كمان في نجوم تألقوا ببطولة مشتركة وشكلوا ثنائيات غير أنها عجبت الجمهور، ففعلا نجح
نجحت ورفعت من قيمة العمل. نحن حنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الناقد الفني أحمد سعد الدين اللي بينضم إلينا من القاهرة. أهلا فيك معنا يا أحمد. أعطيني أول شيء الأعمال اللي أنت حازت على رضاك. أهلا وسهلا بك وكل سنة وانت طيبة. وانت طيب. الحقيقة السنة دي عندنا مجموعة كبيرة جدا من المسلسلات حوالي 28 مسلسل. ولكن دايما بنقول ان ال 28 لو جينا لنسبة مئوية في حوالي 20-25% من هذه الأعمال تعتبر جيدة أو جيدة جدا. هنا احنا لازم نقول ان في اعمال، اولا الدراما السنة دي مقسمة لثلاث الوان مختلفة. هناك اللون الوطني وده الاختيار والعائدون وكده، ولكن في دراما اجتماعية وفي كوميديا. صح. اللي هيشد في ناس، بعض الناس كانت مستنية تشوف محمد رمضان هيعمل ايه مع المخرج محمد ياسين. وانتصر محمد ياسين ان هو يقدم اعمال او عمل جيد جدا يغير فيه الشكل العام للنجم محمد رمضان. عندنا كمان عبد الرحيم كمال كمؤلف عامل مسلسل اسمه جزيرة غمام. يمكن ما فيهوش نجوم الصف الأول اللي احنا بنتكلم عليهم، ولكن طارق لطفي عامل شغل جيد جدا جدا، هو فتحي عبد الوهاب. يمكن في يسرى السنة دي عاملة لون جديد عليها. صحيح. وده كتابة هالة خليل لأول مرة، لأن هالة خليل أساسا مخرجة مش مؤلفة، ولكن عاملة شكل كوميدي. حتى الآن أقدر أقول إن المسلسل متماسك بشكل جيد، بالإضافة لبعض الأعمال الأخرى زي ما حضرتك قلت بقى فيها شوية نكد كده. فإحنا عندنا ملف سري الهاني سلامة في قتل كتير، عندنا نيلي كريم عاملة مسلسل نسائي أو بتنادي ببعض تغيير بعض القوانين الموجودة في صالح النساء. هو مش نسائي، هو بي 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 يعني بيفضح ظلم الرجال، خلينا نقول كده، وحقوق الإنسان وما إلى ذلك والطفل وكذا، فما تحطوه تحت نسائي، احنا بنكشف الاوراق يعني. مش هنقول لا، مش هنختلف. طيب. ولكن هو في الاول وفي الاخر بينادي بتغيير بعض القوانين اللي هي بتظلم شويه المراه. في بعد كده بعض الاعمال الجيده او اللي ليها اجزاء اخرى زي الكبير قوي، لكن اللافت للنظر السنه دي في اكتر من ظاهره. اولا من هم وراء الكاميرا؟ الجمهور أصبح بيحفظ أساميهم كنجوم، سواء مؤلف زي ما ضربنا المثل بعبد الرحيم كمال، سواء مخرج زي محمد ياسين، سواء مصور ودي الأول مرة زي عبد السلام موسى، بالإضافة لبعض النجوم كانوا مفاجأة زي ياسر جلال اللي عمل شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الفريق أول في الوقت ده عبد الفتاح السيسي كما هو بالظبط. فدي كانت مفاجأة من مفاجآت رمضان. ده القراءة. بس يعني ياسر يعني متمكن جدا، يعني نحن اللي فاجأنا أكثر الإتقان يعني في الموضوع. يعني هنا لو أنت بتتكلمي عن النقطة دي، في مدرستين في الأداء. مدرسة بتقول احنا عايزين الشكل الخارجي زي ما هو، قريبة جدا او قريب جدا من الشخصية الرئيسية. ومدرسة اخرى كانت مدرسة احمد زكي اللي هو يهضم الشخصية. أيوة. فيقرب منها من الداخل اساسا. اعتقد ان ياسر قدر يقرب من الشخصية من الداخل، حتى ان التحكمات بتاعته في عناصر العمل زي الصوت مثلا، الإيماءات، الكلام من ده، ودرسها بشكل كبير جدا، فقدر ينجح بشكل كبير. ودي كانت خطيرة. ليه بقى؟ لأن احنا بنتكلم على شخصية احنا بنشوفها بشكل باستمرار في الوقت الحالي. صحيح. فانت لما تعمل شخصية زيها مش بتقلدها، ولكن بتدي روح لإيه هذه الشخصية. فنجح ياسر بشكل كبير في هذا المسلسل. طب أحمد، أنا إذا قلت لك مثلا أحسن ثلاثة مسلسلات، في مسلسلات دلوقتي عندنا مسلسل المشوار لمحمد رمضان. أوكي. حتى الآن هو جيد جدا. طيب. سواء في الإخراج أو في الأداء
طيب. أو حتى في سيناريو. عندي مسلسل ملف سري جيد جدا أوكي. بتاع هاني سلامة. في مسلسل آخر على جنب كده ما حدش واخد باله منه اسمه انحراف. وهذا المسلسل بيتكلم على بعض روجينا بتكلم على بعض الحوادث اللي حصلت في الحقيقة في بعض المجتمع أو في المجتمع وهنا بيناقشها بشكل في غموض شوية فده جميل. أما الاختيار فهو دراما أقدر أقول بيغرد لوحده لأن الاختيار يعني توثيقي أكثر دراما توثيقية فعشان كده دايما ما بتدخله توثيقي فعلا في فعلا. الاختيارات طب اعطيني الأسوأ ثلاثة أسوأ الأسوأ الأسوأ حتى الآن مش الأسوأ هنقول إن في مسلسل مثلا لعمرو سعد مشكلة عمرو إن هو دايما بيروح عايز يبقى بطل عشوائيات فالمفروض يبقى فيه تغيير ده من المسلسلات اللي كانت محتاجة إعادة نظر ونفس في في إعجاب كبير معلش بس احنا بنتكلم نقديا المفروض يكون في تطور في الشخصيه أوكي. لعمرو سعد طيب. وكمان مصطفى شعبان محتاج يطور من نفسه شويه اه فتوبه ودايما عامر عندك خيار ثالث حابب تضيف تمام كفايه قال كفايه اللي خبصته كمان انا طيب الاعمال دي الان لا زالت السياده في البطوله للرجال شوفي عشان ما برضو ما نكذبش على نفسنا ونكون صراحة البطولة الأساسية هي بطولة ذكورية على مر السنوات ولكن السنة دي احنا أنا عندي يسرى موجودة عندي روجينا أصبحت موجودة في النص الثاني هنلاقي إن في إلهام شاهين وهنلاقي إن في منة شلبي فإذا هناك بطولات نسائية لكن أنا لما بتكلم في 27-28 عمل لما يبقى في 5-6 بطولات نسائية فده شيء جيد الأهم مش إن هم يبقوا متواجدين الأهم هم هيقدموا إيه يعني يسرى السنة دي في تطور كبير جدا بس ما بتقعد ما بتقعد تحكيني عن الرجال تقول لي هم هيقدموا لا في ليلى علوي في نيلي كريم ودولة احنا نبغى نوصل للمرحله اللي عدد البطولات النسائيه اعلى من الرجاليه اخذتوا سنين كثير انتوا ابطال احنا نحتاج سنين احنا ابطال فيها عشان خاطرك هنوافق لكن في الطبيعي في الدراما الاساسيه تسوق باسم النجم والنجم اكثر وفي نجمات ستات كثير استاذ احمد انا ما عندي وقت فحنكمل النقاش ده والخناقه دي على التليفون شكرا لك كان معنا من الناقد الفني احمد سعد الدين بيخوض الفنان الشاب ياسين السقا ابن النجم أحمد السقا السباق الرمضاني بمشاركته في الملحمة التاريخية مسلسل الاختيار 3 وبيأدي شخصية شاب ثوري بيتعرض لعدد من الأحداث لكن ظهور ياسين في الحلقة الخامسة أثار موجة من الجدل والسبب هو ترتيب وضع اسمه على التتر الناقد الفني مجدي الطيب هو اللي فجر الانتقادات ببوست على فيسبوك أرفقه بصور من التتر وقال إنه اسم ياسين السقا ومدير أعماله ومساعده بيجوا على طول بعد اسم فريق عمل الفنان خالد الصاوي وبيسبق اسم الفنان صبري فواز الناقد مجدي الطيب استهجن الموضوع وصار يتساءل ومين هو ياسين السقا هل لمجرد أنه ابن الفنان أحمد السقا يحدث هذا وأضاف كمان أنه جاملوه في أجره علشان خاطر أبوه منهيا حديثه بكلمة ارحمونا لكن على طول جرد من مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا اللي دافعت عن ابنها ياسين بتعليق اعتبرت فيه أنه كلام الناقد مجدي الطيب حمل تجريح في ابنها وقالت أنه ابنها ما عنده مدير أعمال ولا مساعد وأنه المكتوب في التتر غلطة ياسين ما له ذنب فيها المشادة بين الناقد وزوجة أحمد السقا ما وقفت على كده فرجع ورد الناقد على كلامها في إشارة إلى أنه كيف غلط وقال لها التتر أمام ملايين المشاهدين ويذاع من أول رمضان لتعود مها الصغير برد أكدت فيه أنه التتر للأسف غلط وأنها بتحاول تربي ابنها على الاعتماد على نفسه وأنه وجود مدير أعمال له في هذا السن رفاهية ممكن تدمره
للموت، مسلسل مشارك في موسم رمضان وبجزءه الثاني، وهو من المسلسلات اللي بتعتمد على الإثارة والتشويق، ومن بطولة ماجي بغصن ودانييلا رحمة ومحمد الأحمد وباسم مغنية. دانييلا نشرت كواليس مشهد كان ممكن ينتهي نهاية كارثية، ففي المشهد كان في مواجهة بين شخصيتي ريم وهادي اللي هم دانييلا ومحمد، ودانييلا انفعلت لدرجة أنها كانت رح تصيب محمد الأحمد بالسكين فعليا. خلينا نشوف الكواليس اللي نشرتها دانييلا. بالسكين يعني على شوي كانت فات. شو صار؟ لأنه أنا بلحظة برمت هيك رجعت طلعت فيه، لأنه كان هو لازم يكتب بالسكينة، طلعت هيك بس شفت وجهه ما في دم، ارتحت. دم؟ لك ماشية فيك. كان دشت السكينة بوجهه، يعني أنا عشان كده أنا ما عمري حمثل مشاهدينا في أمان الله، ونعود ألقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله.